انطلقت تظاهرات في الجولان السوري المحتل مع افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات السلطات المحلية، رافضة المحاولات الإسرائيلية لتهويد الجولان ومؤكدة على تمسك الجولان بهويته السورية. ويواصل تجمع الحراك الشعبي والشبابي في الجولان نشاطه بتنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية قبالة المقرات الانتخابية وصناديق الاقتراع تعبيراً عن رفض التصويت. وأصدر المجلس الديني الأعلى لقرى الجولان قرار التحريم الديني والمقاطعة الشاملة لكل من يترشح للانتخابات المحلية أو يشارك في التصويت.